بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم سنكون مع الوحدة أحكام تتعلق بالإرث، ونبقى دائما مع مادة الفرائض، وننتقل إلى الكلام عن درس جديد هو الورثة في الأخوة، الحصة الثالثة، الأخت، أحوال ميراث الأخت الشقيقة والأخت للأب. بالنسبة لهدف هذا الدرس، سنتعرف فيه عن ميراث الأخت الشقيقة وكذلك ميراث الأخت للأب، ونتعرف عن الفرق بين أحوال كل من الأخت الشقيقة وأحوال ميراث الأخت للأب، كما سنتعرف في هذا الدرس عن الحجب الذي يلحق كل من الأخت للشقيقة والأخت للأب على بركة الله. الدليل، نبدأ بالعنصر الأول، دليل ميراث الأخت الشقيقة. دليل ميراث الأخت الشقيقة من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الدليل الذي جاء في سورة النساء هو دليل يشمل الأخت، سواء الأخت الشقيقة أو الأخت للأب. أما عن نوع ميراث الأخت الشقيقة فإنها لا ترث لا بالفرض فقط ولا بالتعصيب فقط، وإنما ترث بالفرض وبالتعصيب ولا تجمع بينهما، أي أن أحيانا ترث بالفرض وأحيانا ترث بالتعصيب. والفرض المقصود به كما سنرى في الحالات الميراث هو النصف والثلثان، والتعصيب هو الذي سترث كما في الحال سنرى في الحالات مع سواء الأخ الشقيق أو البنت وبنت الابن أو مع الجد في عند المقاسمة التي تكون أفضل له. العنصر الأهم في الدرس هو الحالات وشروطها. حالات ميراث الأخت الشقيقة كما هو مبين على السبورة، حالات ميراث هي ثلاث حالات في المجموع، منهم من يعد حالات الأخت الشقيقة خمسة، ولكن في المجموع هي ثلاثة، لأن الحالات ثلاث يمكن أن تجمع في التعصيب كما هو مبين أمامنا. الحالة الأولى للأخت الشقيقة، وهي الحالة التي ترث فيها النصف، كما هو مبين النصف، شرط وجودها منفردة عن إخوتها وأخواتها، أي أن تكون مع ورثة يرثون سواء بالتعصيب أو بالفرض، ولكن دون وجود الإخوة الأشقاء ولا الأخوات الشقيقات. مثال ذلك، هذا المثال الذي أبين أمامنا: ماتت امرأة وتركت زوجا وأختان شقيقة وعما شقيقا، فالزوج له هنا في هذه المسألة النصف، والأخت الشقيقة لها النصف كذلك، وهذا هو موضع الاستشهاد أن الأخت الشقيقة ترث النصف في الانفراد، أي عدم هي منفردة وعدم وجود الأخ الشقيق وعدم وجود الأخت الشقيقة. أصل مسألة من الإكنان لتماثل النصفين، النصف للزوج سهم واحد والنصف للأخت الشقيقة سهم واحد، ولا يبقى للعم الشقيق شيء لأنه يرث بالتعصيب، والتعصيب كما هو معلوم إما أن يرث كل المال وإما أن يرث ما بقي عن أصحاب الفرائض وإما أن لا يرث شيئا كما هو مبين هذا، وهذا يسمى في الفرائض بالفرض المستغرق. هذه الحالة الأولى للأخت الشقيقة. الحالة الثانية التي نجدها عند الأخت الشقيقة هي الثلثان، والثلثان شرطها وجودها متعددة، ما هو مبين هنا التعدد،
والتعدد هو اثنان فما فوق، فإذا وجدت أختان شقيقتان فما فوق فلها الثلثان، يعني شرط وجودها مع الأخوات وعدم وجود الأخ الشقيق، لأن وجود الأخ الشقيق ينقلها إلى التعصيب كما صنع. مثال هذه الحالة الثلثان، وهي التي نجدها في هذه المسألة، وهي المسألة التي نرى فيها زوجة وأختان شقيقتان وابن عم شقيق، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع، وللأختان الشقيقتان الثلثان لتعددهما، وهذا هو محل الاستشهاد، وابن العم الشقيق هنا خذوا التعصيب أي ما بقي. أصل مسألة من ستة لتباين الثلثان مع النصف، يأخذ الزوج ثلاثة أسهم وتأخذ الأختان الشقيقتان ثمانية أسهم، سهمان لكل أخت، ولا يبقى لابن العم الشقيق شيء، وهذا كذلك كما في الحالة الأولى والفرض المستغرق. وإذا أحصينا الأسهم نجدها أكثر من أصل الفريضة، وهذه المسألة هي مسألة العول، ولا دخل لنا فيها في هذه السنة الأولى، وإنما تدرس في السنة الثانية بكالوريا من الفرائض. ننتقل بعدها إلى الحالة الثالثة، وهي حالة التعصيب. هذه الحالة حالة التعصيب كما هي مبينة أمامنا، هناك تنقسم إلى ثلاثة أنواع: إما تعصيبا مع الأخ الشقيق، وإما تعصيبا مع البنت أو بنت الإم، وإما تعصيبا مع الجد عندما تكون المقاسمة أفضل له. إذن نرى في النوع الأول التعصيب مع الأخ الشقيق، عندما نجد في المسألة أخا شقيقا مع أخت شقيقة ينقلها الأخ الشقيق إلى التعصيب كما هو مبين في المثال التالي، هذا مات رجل وترك زوجتان وأخا شقيقا وأختا شقيقتان، فالزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفروع، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم التعصيب. المسألة الأربعة: سهم واحد للزوجة وتبقى ثلاثة أسهم يقتسمها الأخ الشقيق والأخت الشقيقة على أساس قاعدة التفاضل، وهي قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، أي سهمان للأخ الشقيق وسهم واحد للأخت الشقيقة. هذا هو النوع الأول من التعصيب. النوع الثاني من التعصيب: تعصيب مع البنت أو بنت الإب، فعند وجود الأخت الشقيقة مع البنت تنقلها البنت إلى التعصيب، وكذلك عند وجود الأخت الشقيقة مع بنت الإبن تنقلها إلى التعصيب، كما هو مبين في المثال أمامنا: مات رجل ترك أمان وبنتان وأختا شقيقة، الأم لها السدس لوجود فرع الوالد وهي البنت، البنت لها النصف لانفرادها، والأخت الشقيقة عاصبة لوجودها مع البنت. أصل مسألة من ستة: لتداخل السدس مع النصف، سهم واحد للأم وثلاثة أسهم وهو النصف للبنت، ويبقى سهمان تأخذها الأخت الشقيقة تعصيبا. هذا النوع الثاني من التعصيب. النوع الثالث من التعصيب هو تعصيب مع الجد عندما تكون المقاسمة أفضل له، والمقاسمة تكون أفضل للجد عندما يكون عدد الإخوة أقل من ضعفه كما هو معلوم في حالات الجد. هذا هو مثال الأخت الشقيقة مع الجد. فالجد في هذه الحالة يختار المقاسمة وهي التعصيب، لأن المقاسمة أفضل له، فيكون أصل مسألة من ثلاثة
يأخذ الجد سهمان وتأخذ الأخت الشقيقة سهم واحد على أساس التفاضل، أي أن الجد يحل في هذه المسألة وكأنه واحد من الإخوة، أي أخوها ويقتسم معها بالتفاضل. هذه هي الحالة الثالثة وهي التعصيب. إذن الحالات التي ترثها الأخت الشقيقة وهي ثلاث: إما النسب شرط وجودها منفردة عن إخوتها وأخواتها، الثلثان شرط وجودها متعددة وعدم وجود الأخ الشقيق، الحالة الثالثة التعصيب وهي ثلاثة أنواع: إما مع الأخ الشقيق، وإما مع البنت أو بنت الابن، وإما مع الجد عندما تكون المقاسمة أفضل له. ننتقل إلى الحجب. تحجب الأخت الشقيقة بجهات أربعة: إما بالأب، وإما بالإبن، وإما بإبن الإبن وإن سافل، وإما بالفرد المستغرق، لكن الفرد المستغرق له شرط وهو شرط تعدد البنات وعدم وجود الأخ الشقيق. مثال حجب الأب للأخت الشقيقة كما هو مبين في المثال أمامنا: ماتت امرأة وتركت زوجا وآبا وأختان شقيقتان، فالزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع، الآب التعصيب لعدم وجود فرع، والأخت الشقيقة تحجب هنا لوجود الآب الذي يحجبها. أصل مسألة من اثنان: للزوج سهم واحد وللأخت الشقيقة سهم وللآب سهم واحد تعصيبا، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت ومنعت من الإرث بسبب وجود الآب. المثال الثاني ومثال وجود الابن مع الأخت الشقيقة: مات رجل ترك زوجتان وابنان وأختان شقيقة، الزوجة لها الثمن لوجودها مع الابن، والابن عاصب والأخت الشقيقة منعت من الإرث. هنا الحجب. أصل مسألة من ثمانية: سهم واحد للزوجة وتبقى سبعة أسهم، يأخذها الابن تعصيبا ولا شيء للأخت الشقيقة. الحالة الثالثة، المسألة الثالثة وهي مسألة الابن التي نجد فيها المثال الثاني: أمان وابن ابنين وأخت شقيقة، الأم لها السدس لوجود ابن ابن، ابن ابن التعصيب ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها حجبت بابن الابن. أصل مسألة من ستة: سهم واحد للأم وتبقى خمسة أسهم، يأخذها ابن الابن تعصيبا ولا شيء لأختي الشقيقة من الحجب. يبقى المثال الأخير للفرد المستغرق، وهو الفرد الذي تستغرق فيه الورثة كل الأسهم ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة. مثالها كالتالي: وجود الزوج والبنتان والأم والأخت الشقيقة، الزوج له الربع لوجود الفروع، البنتان الثلثان لتعددهما، الأم السدس والأخت الشقيقة عاصبة لا يحجبها أحد، لكنها تحل هنا، لا يبقى لها شيء لاستغراق أصحاب الفروض لأصل المسألة. أصل المسألة من 12: الزوج ثلاثة أسهم، البنتان ثمانية أسهم، يقتسمانها بالتساوي أربعة أسهم لكل بنتين، الأم سهمان، ولا يبقى للأخت الشقيقة في هذه الحالة شيء، وهذا هو الفرض المستغرق. بعدها ننتقل للكلام عن الأخت للأب. الأخت للأب كما سنرى، الأخت للأب ترث تقريبا نفس حالة الأخت الشقيقة، نفس الدليل الذي نجده عند الأخت الشقيقة نجده عند الأخت للأب. من القرآن الكريم وكذلك من السنة النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم: قضى عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت،
وهذا دليل دليل ميراث الأخت للأب، وصلح كذلك دليلا للأخت الشقيقة من السنة. وكذلك الحديث الذي جاء عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي للأخت. وهذا كذلك دليل نجده في صحيح البخاري للأخت للأب. أما عن النوع، نوع ميراث الأخت للأب هو نفس نوع الأخت الشقيقة، ترث بالفرض والتعصيب ولا تجمع بينهما، أي ترث أحيانا بالفرض وأحيانا ترث بالسنة. الحالات لها نفس حالات الأخت الشقيقة وتزيد عليها. هذه الحالات التي نجدها أمامنا وهي ثلاث حالات. الحالة الأولى النصف، شرط وجودها مع شرط وجودها منفردة عن إخوتها أو خواتها نفسها. فالمثال التالي مثلا، إذا حذفنا من المسألة أخت الشقيقة ووضعنا محلها الأخت للأب، فترث نفس الميراث الذي كانت ترثه الأخت الشقيقة، ترث النصف. لماذا؟ لوجودها منفردة وعدم وجود أخواتها وهم أخوات الأب وإخوتها وهم الإخوة للأب. الحالة الثانية الثلثان، شرط وجودها متعددة مع أخواتها وعدم وجود الأخ للأب، لأن الأخ للأب ينقلها إلى التعصيب. والمثال الذي وضعناه للأخت الشقيقة هو نفسه للأخت للأب، فإذا وجدت أختان للأب مع الزوج وابن عم الشقيق، فالأختان ترثان الثلثان لتعددهما، وسهمان لكل واحد منهما. الحالة الثالثة هي التعصيب، تعصيب مع الأخ للأب. وهي الحالة التي وضعناها نفس الحالات كما سنرى، فنكرر فقط ولكن في التكرار فائدة. الأخ للأب مع الأخت للأب يرثان التعصيب للذكر المتحدث الأنثيين. مع البنت أو بنت الابن كذلك، إذا وجدت الأخت للأب مع البنت فإن البنت تنقلها إلى التعصيب كما هو مبين في المثال الثاني. مع الجد أو مقاسمة، عندما تكون المقاسمة أفضل له، كذلك إذا وجدت الأخت للأب كما في المثال، نستبدل الأخت للأب بالأخت الشقيقة وتبقى الأمثلة هي نفسها. الجد مع الأخت الشقيقة يختار جد المقاسمة، وتكون أسمس المثالة يأخذ جد سهماني والأخت للأب سهم واحد على أساس التفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. وتزيد عليه الأخت الشقيقة، تزيد الأخت للأب عن الأخت الشقيقة أنها ترث السدس، ريت السدس تكمل للثلثين إن وجد مع الأخت الشقيقة. هذه الأمثلة للحاجب نستغني عنها لأنها نفسها. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة هي تريت السدس. السدس وشرط السدس، شرط وجودها مع الأخت الشقيقة، وهذا ما يسمى في الفرائض بالسدس تكملة للثلثان. ومثالها كوجود الأخت الشقيقة مع زوج، أخت شقيقة مع أخت لأب. الأخت الشقيقة في هذه الحالة ترث النصف، الزوج له النصف،
عملوا هنا الأم أحسن المثال الأم ترث السدوس لتعدد الإخوة الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدوس تكملة للثلثين أصل مسألة من ستة السدوس سهم واحد وثلاثة أسهم للأخت الشقيقة وسهم للأخت للأب هذه الحالة الرابعة حالة الرابعة التي نجدها للأخت الشقيقة والحالة الأخرى هي ما فضل عن نصف الأخت الشقيقة مع الجد ما فضل خامسا الحالة الخامسة ما فضل عن الأخت الشقيقة مع الجد وهي المعادة فإذا وجد مثلا وجد الجد مع أخت شقيقة وأخت لأب فالجد يختار في هذه الحالة المقاسمة وهي التحصيل فيأخذ تكون سهمان وسهم واحد وسهم واحد هي أربعة أسهم اثنان واحد واحد فتطالب الأخت الشقيقة بنصفها فهو سهمان ولا يبقى شيء للأخت الشقيقة في هذه الحالة والفرض المستغرق هذه الحالات التي نجدها أما عن الحجب هي المسألة الأخيرة الحجب فإن الورثة الذين يحجبون الأخت الشقيقة فإنهم يحجبون كذلك الأخت للأب ونذكر منهم الأب يحجب الأخت للأب الابن يحجب الأخت للأب ابن الابن وإنساف يحجب الأخت للأب والفرد المستغرق كذلك يحجب الأخت للأب يزيد على ذلك ثلاثة جهات وهو تحجب بما يحجب به تحجب به الأخت الشقيقة أخت الشقيقة وإما أربعة ورثة كما قلنا الأب والإب وإبن الإب فرد مستغرق زائد تحجب بالأخ الشقيق ومثال ذلك وجود الأخ الشقيق والأخت للأب مع الأم أخ شقيق مع أخت لأب في هذه الحالة تحجب الأخت السدس لتعدد الإخوة أخ شقيق التعصيب وأخت للأب الحجب أصل مسألة من ستة سهم واحد للأم تبقى خمسة أسهم يأخذها الأخ الشقيق ولا شيء للأخت للأب هذه هي الحالة التي تزيد فيها الأخت للأب في الحجب عن الأخت الشقيقة الحالة الثانية كذلك هي التي نجدها بالأخت الشقيقة العاصبة زائد الأخت الشقيقة العاصبة وعندما توجدان مع بنت أخت شقيقة أخت لأب البنت في هذه الحالة ترث النصف والأخت الشقيقة عاصبة ولا شيء للأخت للأب لحجبها لأنها وجدت عاصبة فأصل مسألة من اثنان سهم واحد للأخت
للبنتي وسهم واحد للأخت الشقيقة ولا شيء للأخت للأب. هذه الحالة الثانية التي تزيد الأخت الشقيقة مع على أخت. والحالة الثالثة من الحجب التي تزيد فيها الأخت الشقيقة على الأخت الأب وهي وجودها مع متعدد من الأخوات الشقيقات. ومثالها أم وأختان شقيقتان وأخت لأب. وعم شقيق، عم شقيق. في هذه الحالة فإن الأخت الشقيقة الأم ترث في هذه الحالة السدس، الأخت الشقيقة الأختان الشقيقتان الثلثان، الأخت للأب الحجب، والعم الشقيق أخوه الطافل. مسألة من ستة، سهم واحد للأم وأربعة أسهم لأختان الشقيقتان، سهمان لكل واحد، ويبقى سهم واحد يأخذ العم الشقيق ولا شيء لأختي للأب لأنها حجبت بتعدد الأختان الشقيقتان. هذا وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم وهو أحوال ميلاد الأخت الشقيقة والأخت للأب. وخلاصة الدرس وخاتمتها هو أن الأخت الشقيقة ترث ثلاث حالات. الحالة الأولى النصف لوجودها مع لوجودها منفردة، ترث الثلثان لوجودها متعددة، وترث التعصيب عند وجودها مع الأخ الشقيق أو مع البنت أو بنت الابن أو مع الجدي في حالتي كان له كانت المقاسمة أفضل له. أما بالنسبة للحجب فإن الأخت الشقيقة تحجب بالابن وبالأب وابن الابن وبفرض المستغرق. وبالنسبة للأخت الشقيقة فإنها تشبه حالات ميراث الأخت الشقيقة إلا أنها تزيد عليها. فبالنسبة للحالات فإنها نفس حالات الأخت الشقيقة، النصف عند التعدد عند الانفراد، الثلثان عند التعدد، التعصيب سواء مع الأخ للأب أو مع البنت أو بنت الابن أو مع الجد في المقاسمة. وتزيد عليها حالات كما هو مبين أمامنا، تزيد عليها الحالة الرابعة وهي السدس شرط وجودها مع الأخت الشقيقة، ومثالها كما هو مبين في السبورة. الحالة الخامسة ما فضل عن أخت الشقيقة مع الجد، ومثالها كذلك أمامنا. أما بالنسبة للحج فإنها تحجب بما تحجب به الأخت الشقيقة، أي تحجب بالآب وتحجب بالابن وابن الابن وفرد المستغرق، وتزيد عليه بأن الأخ الشقيق يحجبها إذا وجد معها، والأخت الشقيقة العاصبة تحجبها لأن الأخت الشقيقة العاصبة تحل محل الأخ الشقيق فتعصب ما يعصبه، وأخيرا تحجب بمتعدد من الأخوات لأن متعدد الأخوات يأخذ الثلثان ولا يبقى للأخت الشقيقة شيء في الميراث. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.